لليالي لبنان رح نحتاج لأربع كوب حليب من لونا، كوب سميد ناعم من ساسي، قشطة لونا، فستق حلبي وقطر. راح نعمل أول إشي ليالي لبنان. ليالي لبنان من الحلويات اللي كتير بسيطة وكتير سهلة وما بدها لا إشي، كل إشي موجود عندنا بالبيت. ما عندي حليب سائل، إحنا بنستخدم حليب لونا، بناخده البودرة، أنا موجود عندي باكيت دايما حاطه جنبي. هيو ناخد كل 3 معالق على كوب مي وبنستخدمه، يعني هالقدي بسيطة. راح أحط لتر من الحليب اللي هو عبارة عن 4 كاسات، راح أضيف عليهم كوب من السميد الناعم. ليه سميد ناعم؟ عشان تكون سمودي وسلسة ولذيذة. ما عندي سميد ناعم، ناخد السميد الخشن، بس دايما سبحان الله اللي بالحلويات بده ناعم، صح؟ اللي دايما اللي بالناعم بالحلويات بيكون ألذ. تمام، ايش رح نستخدم؟ سكر، طبعا سكر شعبان. ما بدي انسى اذكركم اليوم انه سكر شعبان ورز تايجر رح تربحوا 50 دينار ان شاء الله اليوم السحب، ورح تربحوا 1000 دولار من رز تايجر، يعني اللي ما لحق يلحق هلا. رح اخذهم احطهم على النار. بهاي الوقت ما بحط لا ماء الزهر ولا المستكة، بترك ماء الزهر والمستكة للاخر عشان ما تروح نكهتهم، لانه مع الغلي او مع الحرارة العالية بتروح النكهة الموجودة عندي. حلو. دانا بدها تيجي تحرك لي اياهم ليصير قوامهم كثيف وثيك. ليه لازم نضل نحرك؟ عشان تطلع عنا بالضبط وتضلها سموذي وحلوه. حطوها باي صحن بايركس، حطوها بصحن التشيز كيك مثلا عشان ياخذوا شكل حلو. انا عم حضره واحده ثانيه عشان ابلش ازين فيها انا وياهم. طيب يلا، بما انه عم نعمل لكم ليالي لبنان، احكوا لنا شو هو الطبق الحلو اللي محضرت لنا اياه اليوم الشيف وانا عم بساعد فيه؟ يلا احكوا لنا وكثفوا من مشاركتكم لحتى تكونوا احد الرابحين معنا بنهايه الحلقه. زي ما قلنا لكم اليوم سامح مول مقدم لنا مايكروويف. كثفوا من مشاركتكم كمان عشان تفوتوا معنا بالسحب بكره بالليره الذهب. كثفوا من مشاركاتكم، لو شو ما كتبتوا لنا راح تدخلوا معنا بالسحب، سواء جاوبتوا على السؤال الصعب اللي كتبت لكم اياه مروه او كتبتوا لنا اي تعليق راح يفوت اسمكم معنا بالسحب. خلينا ناخذ معنا اتصال. الو يعطيك العافية. الله يعافيك، رمضان كريم. الله أكرم، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك يا شيرين؟ الله يسعدك. شو الأكلات الزاكية اللي بتعمليها؟ حبيبتي شايفة يعني الشيف امتياز عن جد، كل يوم بتفاجئنا بوصفات أحسن من الوصفات اللي قبلها. شيرين الله يسعدك. شيرين رمضان كريم. الله أكرم، بدي أسألك. قولي لي المستكة عادي لما نحط على يال لبنان؟ في مرة حطيت هيك مستكة سائلة طلعت شوي مرة. المستكة كل ما زدتيها كل ما مررت لك الأكل، يعني المستكة السائلة يدوب نقطة تحطي يدوب. إذا كان عندك المستكة الحجار مثلا ندقها، إذا كان عندنا حجار دقيها. الحجار أحسن لك، اللي هي الحبات بتيجي. الحبات اطحنيها بمحضرة الطعام مع سكر، يعني خدي معلقتين من سكر شعبان حطي معها المستكة واطحنيهم مع بعض، بعدين خدي ربع معلقة أو نص معلقة. بس كل ما زدنا المستكة بتمرر كتير الأكل. هي والمحلب، فما تكتروا، هي تعطي الطعم لذيذ بس إذا زادت بتمرر. وبعدين يعني أنت ما حطيتيها هون، قلتي لآخر إشي كمان وبنخليها للآخر يا شيرين. شكرا لك على اتصالك يا شيرين، وان شاء الله اسمك بفوت معنا بالسحب. طيب نيجي على ليالي لبنان. احنا القوام اوريدي عم بيصير ما احلى كثيف. ممتاز، بس لساته ما غلى. زي ما قالت لكم دانا بالضبط، دانا صارت معلمه عندنا بالمطبخ. انا بقولها بفرجيها ايدي كيف محروقه، بقولها هذا دليل اني عم بفوت على المطبخ. انا حاسه رح تصيري شيف الضربي علينا يا دانا. لا انت الاصل يا شيف حبيبتي. المهم هلا بعد ما اخذتها بدي اورجيكم قد ايه. شوفي لاني مستخدم سميد ناعم سمودي ولذيذه وبتجنن. هيا شوفوا كيف قوامها وجمدات. ما تفكروا اذا لما تكون كثيفه ولما اجي اصبها انه هيك لي قوامها سميك مش سميك احط سميد. امشوا بالعيار رح تطلع معكم سمودي ولطيفه وبتجنن. خليكم بالمعيار. ايش عندي؟ القشطه اللي بدي احطها على الوجه عندي أكيد لونا. لونا يا لونا، هي لونا. لونا قشطه هي اللي بستخدمها وبحطها على الوجه، هي اللي استخدمتها بالوربات، بستخدمها بالقشطه البيتيه اللي بحضرها عليكم بقشطه لونا. رح ناخذها نحطها على الوجه طبعا بعد ما تجمد. انا بحطها بالصينيه او بالبايركس اللي بدي اقدم فيه، بعدين بتركها بحراره الغرفه لتمسك، بدخلها على الثلاجه ساعه ساعتين يعني عشان تاخذ قوام وتصير بارده، لانها بتتاكل بارده يا دانا. بعدين كل ما قعدت يمكن بالثلاجه اكثر كل ما طلعت اطيب صراحه، لانه بتطلع قوامها ألذ. انا صراحه مستخدمه لانه الكميه اللي عملت لكم اياها بتعمل كميه كبيره، بتعمل صحن البايركس الكبير، ف
فمستخدمة علبتين من القشطة، والقشطة هي أساس ليالي لبنان يا جماعة. صح. فكتروا، وماء الزهر يعني هني شغلتين، ماء الزهر والقشطة هيك عشان تطلع دسمة الصراحة، عشان اللي بياكل منها ينصح. لا وبعدين أنا كنت بدي أحكي إشي لما استخدمتي الحليب تبع لونا. بدي أحكي إنه كل الأشخاص اللي بيعانوا من نقص بفيتامين دال، وإحنا معظم الشعب عنا بيعاني من نقص بفيتامين دال، هو مدعم بفيتامين دال زي ما بتشوفوا كمان على العبوة تبعتهم مكتوب تحت فيتامين دي، فهو يعني مدعم بفيتامين دال. فللأشخاص اللي عندهم نقص كمان يزيدوا من استهلاكهم للحليب تبع لونا عشان تزيدوا عندكم الفيتامين دي وتخففوا اكيد من النقص. خلينا ناخذ معنا كمان اتصال. الو، مرحبا. اهلا مرحبتين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، الله اكرم. حبيبتي صفاء احكي لنا شو صبا معك، مش صفاء، صبا. انا اسفه، احكي لنا يا صبا. تفضلي، بدك تشاركي معنا اليوم بسؤال حلقتنا عشان يفوت اسمك معنا على السحب. اوكي، شو طبق حافظ. رح اسالك السؤال السهل بعدين اسالك السؤال الصعب. شو طبق الحلو اللي احنا عم نحضره هلا انا والشيف امتياز؟ ليالي لبنان. طيب والمفتول الشيف فتلته على الهواء ولا استخدمنا مفتول وجاهز؟ فتلته على الهواء. يا سلام، الطريقه زاكي، سلم ايديها حبيبتي. حبيبه قلبي. ان شاء الله بتربحي معنا يا صبا. حابه تسالي الشيف اشي؟ لا، يعطيكم العافيه، شكرا على البرنامج الحلو. حبيبه قلبي، رمضان كريم، وشكرا لاتصالك. هلا شايفين هيها، رح اتركها تبرد بحرارة الغرفة، مجرد ما بردت رح تبلش تمسك معي، بعدين بنقولها على التلاجة، وكل ما تركتوها بالتلاجة كل ما اعطتكم نتيجة احلى. شوفوا بس حطيت عليها قشطة لونة ما احلاها، بتزينوها باي شيء انتم حابين. انا رح استخدم اليوم الفستق الحلبي والورد، من يعني اي ورد مجفف عندكم بالبيت. حلو، تمام.